بنك مثلا، انا بناقش حضرتك. اي طبعا. حط نفسك مكان رئيس بنك، شايف هذا الكم الكبير جدا من الفساد والمحاكمات وغيره والكلام ده وكده، وده شيء ايجابي ان احنا بنحاكم الفاسدين، بس قول لي نقنعه ازاي او نعمل له ايه ضمانات ان هو يبحث المشروع ويطلعه، يطلع له اقراض او غيره والكلام ده، هو متوقع. طب انا عايز اقول لك على حاجه بدون اقطع كلام حضرتك. في صديق يعني كان بيتكلم معايا، هو له نشاط ما في مرتبط باحدى الوزارات، هو مش في القطاع الخاص ده، هو في الحكومه يعني تابع رئيس هيئه تابعه للحكومه. فبيقول لي الوزير اللي بتتبع ليه الهيئه بتاعتنا من ساعه ما جه لغايه دلوقتي ما مضاش ولا ورقه. ايوه ولا ورقه. ده موضوع مهم عشان احنا خلاص الجزء الاخير هنطلع فاصل اخير. فاصل وانا اقعد. اه والله. يعني بنتكلم دلوقتي، يمكن مجدي الجلاد قبل الفاصل بيطرح قضيه خطيره، بيقول لك النهارده وزراء خايفين يوقعوا على اي ورق، ورؤساء بنوك خايفين يوقعوا على اي ورق. هل يعني اولا هل في تعميم لهذا الموضوع ولا هم خايفين؟ لا لا، هم خايفين طبعا. ما فيش تعميم من المجلس على القوات المسلحه ولا من رئيس الحكومه، بس هي الفكره ان انا جاي في اجواء مثلا، انا شخصيا مثلا لو جيت بكره تقول لي هتبقى وزير العالم اقول لك شكرا، انا كده كويس زي الفل، اقعد في بيتنا احسن. فهو طبعا جو صعب، بس انا مش بناقش هو عامل ده ليه، لان هو مش وزير واحد، ده اكتر من وزير. وفي بقى تحتهم مستويات من المسؤولين كتار، لان انت عارف وكيل وزاره ونائب المحافظ سكرتير عام هو اللي بيمشي مش الوزير. كل دول خايفين يمضوا على اوراق. انا بناقش بقى نتيجه ده ايه، تداعياته ايه، ان الوزير اللي بيوقع على اوراق ده بيوقع على حاجات حياه ناس، يعني بيوقع على قمح وزيت وسكر وذره وخدمات ومشاريع ومصانع. يعني انت ممكن واحد يجي لك دلوقتي يروح وزاره الصناعه والتجاره مثلا يقول له ايه، انا عندي مشروع هعمل مصنع في الحته الفلانيه، مصري او عربي او غيره، هعمل مصنع في الحته الفلانيه. طبعا توجهات الحكومه والدوله كلها بتقول يا ريت الراجل المستثمر ده يجي في الوقت الصعب بتاعنا ده من بره، يدخل مليار واثنين وثلاثه واربعه ويشتغل. فيروح للوزير يقول اه انا لو مضيت له هيقول ان هو مش عارف ايه والكلام ده وكده. وقف المشروع خده وراح تونس مثلا، او راح الاردن، او راح اي حته ثانيه ولا السودان. انت بتتنشأ على واحد يجي يشغل ناس وبتتنسى على واحد. تفتكر انت بتقديرك ايه اسباب الشعور عند الوزير ده؟ يعني خطوره ده على الدوله، على البلد، 85 مليون مواطن. طب انا اقتلع من جوه الخوف ازاي يا مجدي؟ يعني انا اقتلع ازاي الخوف من جوه هذا الوزير او هذا المسؤول؟ اعمل ايه؟ ان انا اعمل حاجتين مهمين جدا، اللي هم اجي احط له قواعد واسس واقول له يا اخي انت مسؤول عن قطاع محدد، القانون بيقول لك كذا، لما تيجي تلتبس في حاجه ارجع للقانون، ارجع للوايح، وما تخافش وامضي، انت مش هتتحاكم، لانك انت لو رجعت للقانون صح وقلت ان المستثمر ده جاي يعمل مصنع في واحد واثنين وثلاثه. يا اخي انا مثلا عجبتني حاجه كويسه جدا في اداره الاحوال المدنيه، بداوا يعلقوا دلوقتي لوحه على الباب يقول لك انت مطلوب منك واحد واثنين وثلاثه اربعه وخمسه، ما تجيش الا ما تخلصهم عشان ما تجيش وتضيع وقتك وقتي، واقول لك تعالى وتقول لي ايه اقبض 10 جنيه في الدرج والكلام ده، مفيش الكلام ده. تعال انت وزير قول عمرو او مجدي عايز يعمل كذا، مطلوب منه 1 2 3 10 زي دبي ما بتعمل، انت بتاسس شركه في دبي في 24 ساعه، مطلوب منك كذا، لو عملته انت بقى سين صاد علي محمدين هديك الكلام ده، لان انا بشتغل لك بالقانون واللوائح. ده رقم واحد. رقم اثنين الشفافيه، اعلن يا اخي، قول ان انا خدت اجراءات كذا وكذا وكذا عشان المجتمع والراي العام يحميك، لكن مش علشان تطلع شريف من الوزاره ما تمضيش ورقه خالص او ما تعملش حاجه. طيب استاذ دكتور حسن، انت كده الوزاره زي نعيد الثقه مره اخرى للمسؤولين، للوزراء، لرجال الاعمال، ان لرؤساء البنوك ان هم يعودوا مره اخرى العمل والعوده للاستثمار في داخل مصر وتوقيع الاوراق الخاصه بناء على الدراسات القانونيه. ازاي نديهم الثقه؟ مصر يا جماعه جاهزه الان ان احنا نبنيها مره ثانيه. نعمل ايه؟ المصالحه المجتمعيه. لابد ان انا وانت وكل واحد ليه مصداقيه او ليه كريديبيليتي في المجتمع يبدا يتكلم عن المصالحه المجتمعيه، يعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه، ونحاول ان نلتف حول ما اتفقنا عليه. لا اتهم كل واحد، يتهم الاخر بالخيانه، مش عايزين فزاعه، ده ضد الثوره، ده الثوره المضاده، ده مش عارف ايه، كل الكلام ده لازم ينحصر في حدود ضيقه جدا جدا، وننطلق كلنا لكي نبني مع بعض ونحط ايدينا في ايدين بعض ده مع ده عشان نبدا ننطلق، لان القطاع الخاص معاه 75%، لابد اننا نعيد صياغته مره اخرى على اسس جديده بنزاهه وبشفافيه وبدفع، ونحفز جوه الناس امال حقيقيه عشان نبني مصر بتاع بكره، مصر اللي احنا نسيبها لاولادنا ولاحفادنا، والا البلد
هيحصل لها حاله شلل كامل. وخلي بالكم ثوره الجياع لسه ما جاتش، لما الناس مش هتلاقي تاكل هتبقى في منظر تاني خالص، هتقضي على الاخضر واليابس. انا شخصيا شايف ان ده يعني اهم حاجه، بلاش فزاعة الثورة المضادة، وبلاش احنا عايزين بقى ننطلق للبناء كلنا، نضع يدنا بيد وندي نعطي فرصة للمبدعين، ولازم الناس تطلع تقول رأيها. ما تقولش اللي الناس هتستحسنه، قول اللي مليه عليه ضميرك حتى لو الناس اختلفت معاك. هو لسه عمرو يتحرك من وجدان متحرر، والنبي مش يتحرك عشان يرضي الغوغاء او يرضي العامة او يرضي البتاع، لا، انت ترضي الأمة، ضمير الأمة، ضمير المجتمع اللي انت عايش فيه. انا عايز اقول حاجة في 10 ثواني دي عشان تقرب للناس جدا. احنا دلوقتي بتلاقي مثلا ايه 30 40 100 الف مليون واحد لهم مشاريع خاصة في مصر، تمام؟ طلع منهم فاسدين 100 200 300، ماشي حاكمهم، لكن ال 100 الف التانيين ولا المليون دول ذنبهم ايه؟ تعالى بقى اقول لك دي زي ايه بالظبط. هو حضرتك السكينة دي مش بتقتل؟ صح؟ طبعا. هل عشان السكينة واحد قتل بيها تمنع كل السكاكين في البيوت؟ مش ممكن. هل علشان حصل ماس كهربائي في بيت وعمل حريقة تمنع كل الكهرباء في البيوت توقف الحياة؟ هل عشان مشروع أو اتنين أو رجل أعمال أو ثلاثة أو 10 أو 500 ولع فيهم يا عم؟ ده معناه ان القطاع الخاص اللي هو 75% من الاقتصاد المصري لا ولا فيهم. بص يا حكمهم لا يعني احنا دوله سياده القانون، لا دي كلمه فيها مبالغه يعني، القانون قصدي ولع فيهم في المحاكم يعني، قصدي حاكمهم سياده القانون حاكمهم. بس هي فكره ايه؟ مش علشان حد استخدم شيء ما بتجاوز تمنع الشيء ده من البلد كلها. مش عشان مسؤول او وزير او رئيس بنك تجاوز في صلاحياته و و و ومنصبه وعمل حاجات غلط تيجي انت وزير ما تمضيش على حاجه خالص. لا لا يا استاذ، انا مش جايبك بمنتهى الصراحه لان الموضوع ده مضايقني جدا. انا مش جايب حضرتك وانت وافقت تبقى وزير عشان توقف كل حاجه في الدنيا وانا تنعكس عليا في الاكل والشرب وفي كل حاجه والناس تجوع. مش قدها، مش قد الشفافيه. انت تستطيع انك انت تكون رئيس دائره او رئيس مكان او رئيس مكتب صالح او فاسد. انت شايف نفسك صالح يبقى لازم تشتغل بهذا الصلاح. مش معنى انك انت خايف مش عاوز سيبها مش عايز واحد غير عنده قدره اتخاذ القرار يعني، بس لازم يكون المناخ اللي حواليه برضه مهيئ ودافع ان هو ياخد قرار سليم. انا بوصل في النهايه لاني اقول كلمه، انا مع كل اللي قاله مجدي بيه والدكتور حسن بيه في كل هذا، لكن انا بطالب المصريين باننا ننسى شويه الكره ونبدا نفكر في الحب. بلاش الغضب الشديد بينا وبين بعض، احنا قاعدين نقطع هدوم بعض. ام الدنيا تعبانه، ام الدنيا مريضه واحنا اولادها، ام الدنيا اللي كل الدول اللي حوالينا خايفه عليها، احنا آن الاوان نقف لها. احنا وقفنا لها سنه 73 وعبرنا قناه السويس وقدمنا 150 الف شهيد عشان تظل مصر أم الدنيا. الثورة دي قامت هادئة سلمية عشان تغير مفهوم كثير من البعد عن الديمقراطية وأن تدعو إلى الشفافية. خلينا ما نختزلش الموضوع في محاكمات وتشويه وجرح وذبح. اللي نجده أخطأ مدينه، اللي نجده لم يخطأ ما ندوروش على خطأ، نقول لا ده سليم واخرج حتى لو الدنيا كلها كانت متصورة انه مجرم. احنا ما نقول على، وبعدين عاوز اقول حاجة، لو ادين بريء لا يعادل براءة 10 مسلمين. خلينا نبص كده ونقول لمصرنا احنا محتاجينها وهي محتاجانا. انا بشكركم جدا. انا عايز اختبس زي ما قلنا للمجتمع لابد ان نقول رسالة لقطاع الاعمال ونحن نختم، لابد ان نعظم دور الوظيفه الاجتماعيه لراس المال، لابد ان نحقق نوع من التكافل الاجتماعي. بس خلي بالك العداله الاجتماعيه ما تبقاش غير على غنى، العداله توزع الثروه، عداله توزيع الثروه، لكن عمر الفقر ما بيحتاج عداله اجتماعيه، وبالتالي فلابد ان ننتج في المجتمع عشان نحقق فيه عداله اجتماعيه.
عشان الفقير اللي تعبان اللي بقاله 30 سنه محروم من كل شيء يشعر النهارده ان الثوره دي اتت بثمارها وان حاله زي وارن بافيت مثلا في امريكا. الثورات كلها في العالم حتى الثوره الفرنسيه اكلت بعضها البعض بعد 20 سنه، لكن احنا مش عايزين نشوف شعب بياكل بعض. بس هذه الثوره ثوره شريفه وعظيمه وجميله وعظيمه، انا واثق ان شاء الله نتائجها تتحقق، لان احنا اللي بنقدمهم في واحد من الناس من سكان القرى والعشوائيات يستحقوا حياه افضل بكتير من اللي كان عايشينها. بالظبط. مجد الجلاده بشكرك جدا، شكرا يا عم، بشكرك، نورتوني شرفتوني، بشكركم جدا جدا. وزي ما قلت امبارح الاعاده بتاعت حلقه امس بتاعت الدكتور محمد البرادعي ان شاء الله هتكون بكره من الساعه 3 للساعة 6. بشكركم جدا جدا، ونلتقي بإذن الله إن شاء الله الأسبوع القادم واحد من الناس الخميس 10 مساء. أسبوع الخير. كل يوم سبت